السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 3 الحركة المتسارعة القسم 3 السقوط الحر، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2017-2018، هو نفس المنهج اللي أخذوه ب 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. بتجيب ورقة ومقلم وبتتابع معي الحل خطوة بخطوة، وتجيب ورقة كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 3. لنفترض أنك قررت الاقتراع بالدرهم لتحديد هل ستقوم بأداء واجبك المنزلي لمادة الفيزياء أم مادة اللغة الإنجليزية، وقذفت بقطعة الدرهم لأعلى في اتجاه مستقيم. كم تبلغ السرعة المتجهة وتسارع الدرهم عند أعلى ارتفاع؟ برسم إذن القذف لأعلى. عندك السرعة الابتدائية مجهولة والموقع الابتدائي صفر، السرعة النهائية عند أعلى نقطة صفر، والإزاحة أو الموقع النهائي 4 متر، لأن قال لك هون إذا وصل الدرهم إلى نقطة ارتفاعها 4 متر فوق المكان الذي قذفت منه. فمنجاوب على الطلب إيه؟ الطلب إيه من النظري، السرعة النهائية عند أعلى نقطة يصل إليه الدرهم صفر، وتسارعه هو تسارع الجاذبية الأرضية، يعني 9.80، يعني 9.80 متر لكل ثانية تربيع. الطلب ب، إذا وصل الدرهم إلى نقطة ارتفاعها 0.25 متر فوق المكان الذي قذف منه، فكم كانت سرعته الابتدائية؟ يعني المطلوب هذه. أيضا نختار هذه المعادلة. ليش اخترنا هذه المعادلة؟ السرعة النهائية موجودة عندك على الرسم، السرعة الابتدائية مطلوبة، العجلة عجلة الجاذبية، الإزاحة الرأسية عندك ياها. السرعة النهائية صفر، السرعة الابتدائية مطلوبة، هاي 2 عجلة الجاذبية ضرب هذا مقدارها، وهي إشارتها لأنه دائما اتجاه عجلة الجاذبية الأرضية إلى أسفل، هاي الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي. فبتصير بهذا الشكل، BI وتساوي جذر 4.9 وتساوي 2.21 متر لكل ثانية. هي بدها تطلع لك موجب سالب، فأنت بتأخذ الموجب. ليش؟ لأن الحركة إلى أعلى. الطلب سي، إذا التقط الدرهم من الارتفاع نفسه الذي قذفت منه، فكم الزمن الذي بقيه في الهواء؟ إذا بده يرجع، أنت بتعرف زمن الصعود تساوي زمن الهبوط، فلذلك بنحسب الزمن من هذه المعادلة. ليش اخترنا هذه المعادلة؟ بي فاينل موجودة، بي آي انت حسبتها، عجلة الجاذبية منجيبها من الثوابت، وتي هو الزمن المطلوب. مرتبها بتصير بهذا الشكل، تي وتساوي لفي فاينل ناقص بي آي على التسارع، بي فاينل صفر، السرعة الابتدائية 2.21 انت حسبتها، على التسارع اللي هو عجلة الجاذبية الأرضية، الإشارة السالبة لأن دائما عجلة الجاذبية في الاتجاه السالب على المحور واي، تطلع الزمن 0.226 ثانية، هذا زمن الصعود. هو شو عم فكم الزمن الذي بقيه الدرهم في الهواء، يعني الزمن الكلي، زمن بقاء الكرة في الهواء أي زمن الصعود وزمن الهبوط، تي الكلي ويساوي 2 ضرب
0.226 ثانية وتساوي 0.45 ثانية. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.